محمد، مدير فرع هنا في مدير فرع كهف الملح هنا في طابا. لا هو ده اول كهف احنا عملناه على مستوى الشرق الاوسط في 2009. ده مصنوع كله طبعا من الملح. الحيطان دي مبنيه بملح صخري صحراوي، ده من سيوه. اللي على الارض ده ملح بحر ميت. طبعا الفكره منتشره على مستوى جميع العالم، انحاء العالم دلوقتي. هو بيعتبر كعلاج تكميلي للجهاز التنفسي، بيبقى كويس جدا تخلص من الطاقه السلبيه. الناس اللي عندها مشكله في الارق ما بتعرفش تنام طبيعي، فكره التطور التكنولوجي اللي احنا فيه، موبايلات والحاجات دي كلها بتاثر على المخ، فهم لجأوا للحاجات دي لان بيعتبر علاج تكميلي. لان الملح ده معروف ان هو بيولد عينات موجبه تقدر تمتص الطاقه السلبيه وتفتتها، اللي هي نرجع الموبايلات الوايرلس الالكترونيات، الناس اللي عندها ضغط عصبي في شغلها. تعتبر الجلسه تبقى 45 دقيقه، تخلص الجسم كله من الطاقه السلبيه، تساعد في التنفس بشكل طبيعي، لان الملح ده معروف ان هو اقوى عنصر من عناصر الحفظ، فبيقتل اي نوع من انواع البكتيريا، فبيبقى كويس جدا للناس اللي عندها مشكله في الجهاز التنفسي. تمام. عايزين نعرف كمان الملح ده بيجي منين، وهل بيتجدد ولا ايه التفاصيل؟ لا هو الملح ده بيجي من محاجرنا احنا، احنا شركه اللي هي صحرا سولت كيف، اللي هي الشركه الام، يعني عندها 3 فروع هنا في مصر. ده اول فرع في 2009، في شرم في 2010، في فورت في 2014. الملح ده بيستخرج من المحاجر اللي عندنا من سيوه، ده بيستخرج على عمق 18 متر من تحت الارض. ملح البحر الميت طبعا كنا مستوردينه من الاردن اللي هو على الارض ده، بس ده الكهف الوحيد اللي في مصر اللي فيه ملح بحر ميت. بقيه الكوف موجوده بالملح بتاعنا، لان الملح بتاعنا احنا محللينه في شركه اوروبيه، هو 88 عرصه، ما يفرقش كتير عن ملح البحر الميت، ومعروف على مستوى العالم دلوقتي. بتاعنا اللي هو بتاع مصر ولا بتاع الشركه الام؟ اللي هي بتاعنا، ما هو بتاع مصر من الشركه الام، جايبينه من صحرا سولت كيف، من سيوه، هو ملح سيوه. تمام. انا عايز اعرف هنا الجلسه بيبقى تفاصيلها ايه؟ هي الجلسه بتبقى 45 دقيقه، بتشتغل بالموسيقى، ناس متخصصه في علم النفس والميديتيشن هم اللي حاطينه، فحاطين الموسيقى بتساعد في الاسترخاء. زي ما انتم شايفين الاضاءات دي كلها برضو دي علوم، بتساعد ان هي بتدي مراكز الطاقه، تبقى كويسه بمراكز الطاقه اللي هي السيفن شاكرا، اللي هي 7 مراكز الطاقه بتوع الجسم. في عندنا اللون الاورنج والابيض من الالوان المبهجه اساسا للانسان، في اللون الاحمر بيدي الجسم الطمانينه، في اللون الاخضر مريح جدا للعين وهدوء الاعصاب، في اللون الازرق مفيد جدا لتنشيط خلايا المخ او الصفاء الذهني بمعنى صح. الجلسه بتبقى 45 دقيقه، مكان مكيف امن جدا، ملوش اي اثار جانبيه، باللبس العادي هو، بس بنبقى داخلين حافيين، ما بنمشي على ملح الكريستال. الملح ده بينشط النقط اللي بتبقى في خريطه الجسم الانسان الموجوده في كعب القدم، نقعد نسترخي على الشازلونجات وندفن رجليها في الملح. الملح ده بيبقى كويس جدا، بيشد الرطوبه والالم بالجسم. عايزين نعرف كمان الناس بيبقى رد فعلها ايه بعد الجلسه؟ هو بيحس بالاسترخاء طبعا، نسبه للظروف اللي احنا مهيئينها له، ان هو قاعد في اكتر من 50 طن ملح بيور طبيعي، كويس جدا للتنفس، بيساعد بقى ريلاكسيشن شويه، بينسى بيفصل عن الحياه شويه، الحياه العمليه، فبيبقى ريلاكسيشن كده. تمام. عايز اعرف اهم الجنسيات اللي بيجوا يحبوا يعملوا الجلسات دي عندك. احنا هنا من اول ما فتحنا في 2009 اشتغلنا مع المان، روس، انجليز، بولنديين، لتوان، المان، في بلجيك، في جنسيات كتير. كل الجنسيات اللي هنا كانت شغاله اللي كانت موجوده هنا احنا كنا بنتعامل معاها، وبيفضلوا الاماكن دي لانها معروفه بالنسبه لهم اساسا. تمام. طبعا مش عايزين نعرف السعر تحديدا، بس هل الجلسه مكلفه ولا بتبقى؟ لا 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 خلاص، هو جلسه محطوطه بسعر كويس جدا، نورمال لاي شخص عادي، مفيش مشكله. تمام، شكرا جدا. يا بتبقى حريصه عمرو ان الناس تقفل موبايلاتها، ان كل واحد يبقى مركز جدا؟ طبعا، لان هي بتبقى يعني هي بالنسبه اللي بتنصح بيه الناس قبل ما تدخل، يعني ان هم يبقى قافلين موبايلاتهم طبعا، ما بيتكلموش مع بعض، تبقى جلسه استشفاء واسترخاء، بيفصل عن الحياه خالص، بيفصل عن التفكير، فهو ده كله، الحاجات دي كلها بنبقى منبهين عليه. طبعا ان هو يتنفس بشكل طبيعي عشان يستفاد من العناصر كلها اللي موجوده، هو اساسا اكتر من 88 عنصر في الملح ده بالذات، تبقى كويس جدا ليك. انتوا طبعا هايتس معروف بيجي نجوم كتير يحيوا حفلاته بتاع، هل في نجوم جم يجربوا عندك حوار كهف الملح؟ لا هما بيجوا يتفرجوا بس، لكن ان هو بيبقى طبعا عشان ضغط الشغل عندهم ونسبه ضيق الوقت، فهو ممكن بس بيبقوا جايين، ده طبعا مع مدير المنتجع مستر عماد، فبييجوا معايا هنا بس يتفرجوا على مكان المكان. مين اكتر الناس حرصوا على انهم يجوا يتفرجوا على عمال حمزين جه قبل كده، سعد صغير جه قبل كده برضه، بس هم اتفرجوا على المكان بس، لكن ما كانش عندهم الوقت. هل ممكن يبقى اقل من ساعه الا ربع؟ يعني بيفرق دخوله ولا لازم الساعه الا ربع دي؟ هي ال 45 دقيقه يعني
محسوبه كده تقريبي نسبي ان هي تبقى اكنك قاعده 24 ساعه قدام البحر. فهي دي هم حاسبينها الناس اساسا اللي حاطه السيستم هنا. ناس متخصصه اساسا في علم النفس والميديتيشن. لو حد ما عندوش غير ربع ساعه مثلا هل يفرق معاه برده ولا لازم الساعه الا ربع دي؟ لا هو تقريبا الوقت عامه كافي عشان طبعا ال 45 دقيقه بتبقى وقت مهم جدا ان هو يقدر يستوعب الجلسه كلها ويقدر يوصل لدرجه استرخاء جميل لدرجه ان هو ممكن ينام اثناء الجلسه.